أنا أقول لك نص أجاب عليهم دنو مايو. هذه كلها من نشان وان نجاو بوداي. تنو بمسنيا بالسلط أنا تنا دلالة سنسرة توس مقبات نويلو نبرستي. سنغري بيسي بسارو بسارو زجابا زوريانا. مفتيه من دنو يميل نكرم. يا كاتسا نبرن تنو. أستاي تسوش بس فيوز هانس أبارة كنت كنا برد بودايوش مكاكلنا. من دارشون قلت لان تنا. غري منغست أكالي سمينتو أكفا فايم هنا. شرشاري ندمي مرت تجدي يا بطلان تنا يا نقدرنا كتنا يتسري يا وتو مرتنا نمرة يا نندى شارة مياساي مرة جانا هنا تجدي يا جوزو سنة بيتشا إيزو ما نم كفابريكاو يا جوزو سنة إيزو كتن كسا كسا بفيت في التشام نبر مورس نبر تجدي منقلينا يا نقدر ندمي كرم مياساي علينا أهون يا نجر ندمي كرنا بنصا غبا موس بنصا غبا بميبال درجة يا نجر سميتو ندمي شت يميا ساي نونا كذي أنصار إنجري ملاش أغني مثلا إنجري بثلاي ما بعير درجة بس فيوز همون إنجري بثلاي من دنا ميا يجود بقول أندان دبوت أما بس يسوى كاس مش أغني هون ك إنجري إي بي سي واتارو مرجع مثلا إنجري كورت شي بربلاي نسيت إنه برونا أندان دو بني على كسر ها يهت نو ها يه هس يهت نو يلا بثلاي كفلا كما يقولون أن هذا هو الذي يحصل على المشكلة في 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 كذي أنصار إنكري بمني أهل سنسلات عندهم هي بعاريوتش بزيد درجة إنكري عندن دوما من دون إهني أهل إنكري من لما هونو بزيد درجة إنكري بس أولاي متشكناه مين ميل درجة أهون إنكري أكراتن يا نتاجر كنا بس من توم مشيت أو جاوتشنا أهون عند كنت على مثالي كينيا لاي أمس ما تو أربعة رات بر بنياسي منازل ما نتا بنياسي منازل إيه قبي أولا يالله قبي أولا يالله أهون قبي شرط شاو أي يالله ما بقبي أهون شرط شاو واقعني نسك الله تعالى بتانزانيا وده أمس متو عرات بر عندكم تلا ملا بنيا 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 نعم بر منزلين نعم سدس بأوغندا سدس متو عشر بر نو نيجيريا نارواندا كفيلال وده سمت متو نا وده سبات متو كابينا بر بنيا منظرة ودولار وده زي ودنيا لنتين دي ماتش ودنيا منظرة إنه هون كل تشيمات وده أراد تتفق كابينا لا لسه سنين كذي يعني تاتليست بزيد درجة براس زي قال هاي ماتش أكنم تجابي عاد اللهم ده مو كسمنت سنت وده سمنت زات إني فابريكانو مثلاً يالله أسر نو أتكلم أسر نو أسر فابريكانو بقى يتوه الله أسر نو لكن أسر فابريكانو تشالو عندهم مين زيو هون هنا غير أبزانيا عندك تريك كاو كويتش ما هي مثلاً زيو توبيا وستيالو ناتو نابزانيا بس هي درجة هم منهم إسفيت سايت أمر عندسو سيمينتون بيتشا كفابريكا تركبو هون أيار باي ممكن إي بي سي مسيسيا باقل دولة أيار باي أيار لاي غستو نو يعني نسيشت ينا برونا بس هي درجة هون مين ياهل ميجر ببالة فوتا سو سالة شو نعم زجاجا بسارتنا نبر عند كفتة يا مانكس بالة سلطة يتعزو سوس سرلك بالة سلطة نتا يدهنتا يدهنتا بالة بالة سلطة نسوم من نارقود لمسرابيتو جنباتو اج اندم ياسفل لغارقا وطاو اير باير نشب نسيمينتو نا መንግስ ባለስልጣናት ማሉበት ሲባል በተጨባጭ ነው ተያዙት አዎ መንግስ በተጨባጭ ነው ያዛቸው እነዚህ ባለስልጣናትና ለፍርድ ያቀርባቸው ማለት ነውና ደላላ ብቻ ደላላንም ያበረታታው ቆም መንግስ ባለስልጣናት መንግስ ባለግልጽ ነው መንግስ ባለስልጣን እኮ ነው አይዞ አሏቸው የሚሏቸውና ያው ላይ ካየ ይሄ ሲሚንቶ እንግዲህ በሲኒዮ ትራክ ተጭኖ ነው የሚገባው አየር ላይ አይደለም ተጭኖ የሚገባው ባለስልጣናት ሁሉ የሚያዩዋል ሲሉ ነበርና نا كذي أنصار بزي بس مينتو زوريا يالله قدي بتأم غريب أنا كأي ملاشوم أما كايون كا سبات متوام ساس متبر مين مثلا يجوت يا بعه منك سوى تطن أنتنا بس أما كاين دزانو يلا يالو بس مينتو يلا يالو بعه أما كاي بس كم متوام متشاش أنا تم توالا زرزر مندمي وتا زرزر رجال نعكر زرزر يزوت توالك دانغوتي جمروس كا ليلو تشوف مينتو الفابريكا وش درس يزوت
አና ይሄም ትልቅ መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው ስለሆነ ነው ረጅም ጊዜ ወሰድነው። ሌላው እንግዲህ ሊዮን ሲስፖርት ጉዳይ እስካሁንም አልደበዘዘምና በብር የብር ጉዳይ እንግዲህ ትላንትና በሊዮኔል ሜሲ አሁን ምን ያህል ተጽዕኖ አሁን ገባ በጣም ለ እንግዲህ ለማራዶና ያልተደረገ እንትን እንዴት የሚሉት እንትንም አሉ ግን በጣም ኦኬ አው ማራዶና ግን ከታይ ሲነጻጸር አሁን ከማራዶና በላይ እንግዲህ ስፖርቶች ዝርዝር ነገር ካላቸው ወላ ምን አይሆን ነገር ሆኖ ግን አሁን ተጽዕኖው በጣም ከፍሏል የሊዮኔል ሜሲና ከዚህ አንጻር በ10000 የአርጀንቲና ፔሶ ፔሶ የነሱ የአርጀንቲና ፔሶ ይባል አመገባያ እዛ ላይ በአንዱ በኩል 1000 ማለት ነው በ1000 ፔሶ ላይ እንግዲህ በአንዱ በኩል የሜሲ በሌላው በኩል አሸናፊዎቹ አሉ አይደለ የሙሉ ቡድኑ በአንዱ በኩል ሆኖ እንዲታተም እንግዲህ ሊደረግ መሆኑ ነው የተገለጸውና ይሄ ማለትም ይሄ ምናልም ስፖርቱ ያህል ተጽዕኖ ያሳደረ እንግዲህ ከ36 ዓመት በኋላ የተጠሙ አርጀንቲናውያን ነው እንግዲህ ያራሰራቸው በዋንጫ እንግዲህ አራት ካያጁ አቀባብሎት 4 ሚሊዮን ህዝብ ነው ወጥቶ የተቀበላቸውና እንግዲህ እነሱ ትንሽ ከስፖርቱ ጋር ያላቸውም ቅርብ ባህሉ ያገር ቢሆን ግን አይበልጥም ተላላ እንጃ እኛ በጣም የተለየ በጣም እንጃ ያለው ፍቅር ከፍተኛ ነው ግን ያው እነሱም በጣም ሲታይ ከጫውታው ጊዜ ጀምሮ ያለው አሁን ባለው ኢኮኖሚ በጣም ትልቅ ኢኮኖሚ ችግር አለ በአገሪቱ እንግዲህ በጣም ቀውሱ ከፍተኛ ነው እንግዲህ የመግዛት አቅሙ እንግዲህ ትልቁ አሁን 1000 ሲገለጽ ነበር ትልቁ የሚባለው የነሱ 1000 ነው አሁን ፔሶና እሱ የሚገዛለ 1000 አይና አንድ ፓስቲ ነገር የሚገዛለ ማለት ነው አሁን ባለው ኢኮኖሚ ድቀት አንፃርና እንደዛ ብሎ ሲነገር ነው ያንን ተቋቁሞ ቤት ሽጦ እንኳን መጥቶ ስቴዲየም ኳታር የታደሙ ለመደገፍ ማለት ትንሽ አንዳንድ ጊዜ የስፖርቱ እንትን ከባህል ተሳሰር በጣም ይከብዳልና ከዛ አንፃር እንግዲህ ይሄም ትኩረት የሳበ ትናንትና ሁለት እንግዲህ መነጋገር የከነበረ ጉዳይ ነው ወደ መጨረሻ ጉዳይ ነው ማመራው አሁን በአውስትራሊያ ተሰራ የበፀሐይ የሚንቀሳቀስ መኪና ነው ምንድነው ለየት የሚያደርገው የሚጓዝበት መጠን ነው እንግዲህ ወደ 620 ማይል ወይም ወደ ኦልሞስት ወደ 1000 ኪሎ ሜትር መሄድ አንዴ ቻርጅ ተደርጎ ማለት ነው መሄድ ይችላል በፀሐይ ነው ቻርጅ የሚያደርግ እንግዲህ ያው ፀሐይ መሆኑ አንዱ አድቫንቴጅ ይሄደም ይያለ ቻርጅ ያደርጋል እኔ ግን ይሄንን ሳይ ትልቅ ወባውና ይሄ ተመኘው ይሄኛ ጋር ቢመጣ 13 ወር ፀሐይ ጸጋ ባለበት ማለት በጣም አሁን ሌሎቹ ጋር ቆ እንደውም ክረምት በጋያል በጣም ይበዛል እንደውም ክረምታቸው ይበዛልና ምን ያህል ኤፌክቲቭ ይሆን ነበር የሚለው ነገር እንትን ይያለ ነበር ሌላ ደግሞ በሌላም ነገር ክብሮ ሰንሰባል ይሄ እንትን በስካውን በተሰሩት በኤሌክትሪክም በፀሐይ በሚሰሩ መኪናዎች 85 ኪሎ ሜትር በሰዓት በመጓዝም ክብረ ወሰን ሰብሯል መጓዝ ይችላል 85 ኪሎ ሜትር በሰዓት መጓዝ በመቻል እንደውም አውስትራሊያ የተሰራውና ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ አሁን ኤሌክትሪክ መኪናዎቹ እኛ ጋር ብቅ ብቅ ያሉ ወይስ እዚህ አይነት ተቶች ደግሞ እኔ እንደውም በጣም አዋጭ ይመስለኛል ይሄ በጣም አዋጭ እኛ ላይ ቻርጅ የማድረግ አቅሙ እንግዲህ ሙሉ አስተተመዋል እንዴ ከዛ ቻርጅ የማድረግ አቅሙ ከፍ ያለ ይመጣል እዚያው አናታችን ሲከከም ይለው ጻ እዚህ ለጥምስ ስራ ላይ ይሰራ በጣም ትክክል ነው እንግዲህ መምጣ ማለት ኤሌክትሪክ ይያል ነው እንግዲህ መጣው ኤሌክትሪክ ምንሴስ ሩቅ አይሆንም ይመጣበት ጊዜማ ምንም ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች እዚህ ላይ በጣም እናመሰግናለን አብዱላዚ በጣም ነው እናመሰግናለን።